السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله باش نبدأ دورة جديدة خاصة بجماعة ماتير انفورماتيك بروغراماسيون يعني الجوريثم والبيتون إن شاء الله دورة جديدة بالنسبة خاصة لجماعة الباك سيونتيفيك الكل تروازيين زيدا والدوزيام. باهي الدورة هذه قبل ما نبدو إن شاء الله خصيصا مجعولة للجماعة اللي قاعدين يسل معناها نيفويتهم طايحة في البروغراماسيون مستوياتهم ضعيفة وزيدا ما يمنعش هذا الجماعة المتوسطين والمتفوقين ينجموا زيدا يتبعوا أزيرو بحول الله يفهموا ما شاء الله في الالغوريتميك باش نخدموا الطريقة نتاعنا إن شاء الله باش نخدموا شوي أبارتير من اليوم إن شاء الله باش نبدو في يعني النظري يعني نخدمو ديكور بارتي كور وبعدين نجربو نعملو براتيك باش كل حاجة نخدموها في الكور نطبقوها باش نفهموها ونستوعبوها ان شاء الله. دي اول حاجة قبل ما تبدو ننصحكم بالشين يوتيوب نتاعي اللي ما يعرفش اسمها فيربا يدخل جوجل ويلوج ان شاء الله اللي هي شيء فيربا. قبل كنت نهبط في فيديوهات نتاع بروغراماسيون مي جاتني فترة قصيت هذه الشيء شوفوا اللي ما يعرفش يتبعها موجود فيها برشا اكزرسيسات بروغراماسيون كوريكسيون دي باك وحتى فيلمات والباز دوني فيها موجود في بالي خدمت شوية قبل وعندي زادة في الفيسبوك عامل جروب اسمه زادة فيرباك اللي يحب يدخله لهنا اسمه فيرباك ان شاء الله تنحط لكم اللين فوالا ومرحبا بكم ونبدأ ان شاء الله الدورة بسم الله. أول حاجة باش نقرو لي زاكسيون دو ليكتير و لي زاكسيون دو كريتير. لي زاكسيون دو ليكتير نبداو في لي زاكسيون دو ليكتير اش معناها اكسيون دو ليكتير معناها اكسيون دونتري اش معناها اكسيون دونتري معناها باش ندخل حاجة للبروغرام نتاعي واضح ولا كيفاش ندخل حاجة للبروغرام نتاعي سهل برشا العملية الانسبكسيون لي هي اللي تخدم كل شيء اش معناها دير نفترضو في اكزرسيس كيما هذا قال لك كرير ان بروغرام كي ترمين دو سيزير ان اونتي اش معناها كرير ان بروغرام بروغرام هو ان اونسومبل دانستريكسيون انستريكسيون تحت بعضهم اوردوني تحت بعضهم انستريكسيون 1 2 3 4 وشنو الفايده نتاع البروغرام هذا حسب لي نونسي نتاع الاكزرسيس شاك بروغرام يعمل لك تاش معين يعمل لك مثلا نوتو اكزامبل تكلكل البريمتر دان سيركل تكلكل مثلا الصوم تاع دو ماتريس اكزامبل اعطيكم اكزامبل يعني البروغرام هو ان اونسومبل دو دانستيكسيون ولا انستيكسيوني تاعك مع بعضهم يعملوا لك تاش معين بي بينا في الاكزرسيس الاولاني صغير قال لك اعمل لي كري ان بروغرام ولا انستيكسيون كي بيرمي دو سيزير ان اونتي اش معناها سيزي سيزير معناها انت كاتيليزاتور للبروغرام تاعك باش تدخل فالور بيدك منين باش ندخلو عندنا المنفذ الوحيد اللي هو الكلافي كلافي باش تكليكي على الكلافي باش تدخل فالور هنا طلب عليك اونتي اش معناها اونتي معناها عدد عدد ابارتيان زي لونسومبل زي يعني مثلا 2 3 5 6 7 واضح شنو الانستركسيون اللي تخليني ندخل للبروغرام تاعي نعمل سيزي وإلا ندخل فالور اللي هي لير في الالغوريتميك لير وتحط اسم الفاريابل وين باش تحط الفالور نتاعك شنو معناها الانستركسيون هذه الانستركسيون هذه معناتها انك تكليكي على الكلافي مثلا نفترضوا كليكيت على 5 في الكلافي 5 وين باش يحطها لي باش يحطها لي في الفاريابل اللي حطيته له هنا لهنا دونك كي تجي تشوف انت من بعد تلقى الان شنو فوسطها فوسطها 5 واضح يعني انت كي تكتب لير ان شنو عملت حطيت
في الان الفالور اللي دخلته انت ابارتير من الكلادي، واضح؟ ان شاء الله تكون الفكره واضحه. نفترضوا دخلت 10 بالكلافي، نكليك على الكلافي نكتب 10 ونعمل اونتري. بعد ما نعمل اونتري الان تاخذ فالور ديز، واضح ايش معناها الكتير؟ هذه هي سهله برشا العمليه، انه الكتير نتاع فاريابل كيما الفاريابل هذا شنو ينجم يكون؟ نجم يكون اونتي، نجم يكون ريالي، نجم يكون كاركتير، ينجم يكون. لكن فار اكزومبل نحنا خلينا اكزومبل من الاول باش نفهموا به الاكسيون دو لكتير هذي. قريت اونتي، دونك انت باش تقرا فالور ابارتير من الكلافي، باش تدخل فالور كيما قلت لكم، باش تعمل تكتب لير اسم الفاريابل اللي تختاره انت. اسم الفاريابل على حسب اختيارك انت، تنجم تكتب حرف، كاركتير، يعني كلمه انت والاختيار نتاعك. مش لازم عليك ان ولا اكس ولا ايه، لازمك تختار انت مخير تعمل الحل، واضح؟ لير ان شنو لهنا؟ وقت اللي نحب نعمل السيزي نتاع اونتي، ندخل فالور اونتي للبروغرام نتاعي، نكتب لير مثلا ان. وفي البايثون، في البايثون شنو تولي؟ بطبيعة عندها ايكيفالون تراديكسيون لير في البايثون، تصير لها تراديكسيون اللي هي شنو تولي؟ تولي لي ان ايجاد، واضح؟ ان ايجاد. والفونكسيون انبوت هي اللي تدخل لنا في البايثون فالور بار، يعني ابارتير من ليتيليزاتور، ليتيليزاتور يدخلوا بالكلافيي الفالور هذاك، والانبوت تحطه في الـ في الان، يعني اللير هي نفسها الانبوت، راي واضح باش نكون واضح. باهي نفترضوا انت باش تعمل، باش تحب تدخل شين دو كاركتير. شين دو كاركتير اش معناها؟ شين معناها مجموعه حروف، احرف، انصومبل دو كاركتير، والا كاركتير واحد. باهي باش تدخل ابارتير من ليتيليزاتور ندخل شين دو كاركتير، شنو نكتب؟ لير اكس كما قلت لكم، الاكس انت مخير شنو تعمل، فهم؟ بعد تكتب اكس ايجال انبوت وتحط لهنا الكومنتير اللي تحبه يظهر لك في البروجرام نتاعك، واضح؟ به يعني لهنا باش تقرا شين دو كاركتير انت كيوتيليزاتور، باش تدخل الشين هذاك شنو تكتب؟ تكتب لير اكس. شنو تعمل في اذا انت باش تعمل التراديكسيون بايثون؟ تكتب اكس ايجال انبوت، واضح؟ اونتر بارونتيز خليها فارغه، والا اذا انت تو نشوف ولي اش معناها اكرير من بعد، حاليا خلينا في الاكس، واضح؟ اذا باش تقرا اونتي تكتب لير فاريابل تحب عليه انت، ومن بعد تعمل اسم الفاريابل ايجال انت، لازمك تحدد له مادام انت باش تقرا اونتي، لونتي في البايثون يولي انت، واضح؟ entre parenthèses input donné en entier. كي تقرا ريال، ريال اش معناها؟ ريال معناها عدد بالفصل، appartient à l'ensemble R، واضح؟ ال R لهنا غلطة مادام ريال، دونك لهنا في بلاصة ال int تكون لك float مش int، واضح؟ float input donné à ريال. باهي باش نجربوها على اللوجيسيال نتاعنا اللي هو اسمه توني. معظم تلين بيقروا على اللوجيسيال هذا، فما شكون حتى كي تخدم على لوجيسيال اخر مش مشكل، اما نحنا باش نخدمو على التوني. باهي لهنا باش نعملو تراديكسيون تاع لير اكس، باش نعملولها تراديكسيون في البايثون اللي هي سهلة برشا. ان ايجاد باش نعمل سيزيم تاع اونتي، عدد اونتي باش ندخلو ابارتير الكلافي، نعمل فونكسيون انت قبل الانبوت لازمة باش نعمل كونفيرسيون تاع الشين اونتي، والانبوت الانبوت بطبيعتها الفالور دو روتور نتاعها، التيب دو روتور نتاعها شنو ترجع؟ ترجع لك شين، دونك لازم نحاولو اونتي باش نحطو في الفاريابل ان. باهي لهنا ما حطيت حتى شي، خليتها هكاكا، ولير ان هادي سيت ان كومونتير، مش باش يعمل اكزيكسيون للبروغرام، سيت ان كومونتير. كي نعمل اكزيكسيون لهنا تتلقو لهنا ثم كيرسور يظهر ويتنحى، ندخل مثلا فالور 9 ونعمل اونتري، سي البروغرام حط لي في الان 9،
لو نجي نشوف نحب نشوف البلد ان، نكليكي على ان ونشوف لهنا دا يحط لي في الشيء اللي متاعي لهنا، كي نكليكي على نحط الان يعني الفاريبل ان ونعمل انتري يظهر لي اللي فزت لي انا، واضح باهي لهنا. الحاجه الخايبه كي نعمل اكزيكسيون ما يظهر لي حتى شيء، يبقى يستنى في فالور من غير لا نعرف اننا لازم ندخل فالور اونتي. دونك لهنا شنو نزيد في الانبوت، اعمل كميساج نقول له دوني ان اونتي، نسكر الدو كود هيك تولي لي العمليه اوضح. اش معناها اوضح؟ كي نعمل اكزيكسيون باش تفهموا لهنا يولي يطلب عليا اونتي، يقول لي يعطيني اونتي كيفاش خرجتها في الميساج هذا. نجي نكتب مثلا 5 ونعمل اونتري، نحط لي 5 في الان. كي نجي نشوف الان الفاريابل ان شنو فوسطها، نكليكي نلقى 5. هذه هي لير ان، يعني لوبيراسيون دونتري والى لوبيراسيون دو ليكتير. لهنا كي زدنا دوني ان اونتي دونك لازمنا الإكيفالونس نتاعها في الألغوريتميك هذه هي ثم قبلها تولي لازم تزيد إكرير، إكرير دوني أنونتي، واضح ولا؟ هكا نكون عملنا الانستريكسيون هذي، واضح؟ يعني الإكيفالونس أو الترديكسيون الإكيفالون تاع هذي الالغوريتميك هي نفسها دوز انستريكسيون هيك. مي لو نفترضوا اللي كتير لير ان وحدها، الكيفالون نتاعها هو ان كوبي هذه الكل من غير ما تحط ميساج، واضح؟ هذه الكيفالون نتاع هذه، هذه الكيفالون نتاع دوز انستريكسيون هيك، واضح؟ ان شاء الله تكون واضحه العمليه. عندك كيستيون اي حاجه اسألني بحول الله نفهمك، وإن شاء الله المرة الجاية نحكو في الأوبيراسيون دو سورتي. مي قبل نكمل إن شاء الله، هذه إذا أنت باش تعمل السيزيم تاع أونتي، لو نفترضوا أنت باش تعمل السيزيم تاع ريال، ريال أبارتيان ألونسومبل إير، شنو باش تبدل؟ فقط هي تعملها فلو، واضح؟ فلو هو أن تيب ريال. نفترضوا حبيت تدخل شين دو كاركتير، مش ريال ولا مش أونتي. نحيها هذه الكل، هذه تخليها كيما كان، بطبيعة الفاريابل نسميه مثلا سي هاش باش يكون سينيفيكاتيف أكثر. الشين نتاعي هكا السي هاش حطيت فيها يعني الشين اللي باش ندخلو أباتير من الكلافي، واضح؟ دونك خلاصة الأمر لهنا، خلاصة درسنا اليوم، شقرينا. قرينا لوبيراسيون دونتري هي الليكتير، لوبيراسيون دو ليكتير اللي هي لير اونتر بارونتيز تحط فاريابل، والفاريابل هذاك هو اللي باش تحط فيه الدوني نتاعك اللي انت باش تدخلها ابارتير من الكلافي، كيلك سوا يعني الان نتاعك او الدوني نتاعك. كان دخلنا اون شين دو كاركتير في البايثون باش تكتب سي هاش مثلا ايجال انبوت دوني، بطبيعة هذي تتبدل دوني اي شين دوني اي نو شين، ولهنا باش تبدل لك باش نعطيك ايكيفالون. نلخصلكم وان شاء الله نكملو، دوني اي شين ولير سي هاش في الالغوريتميك هذيا بالنسبة للشين باش تقرا الشين، واضح ولا؟ هذه لو باش نقرا اونتي، باش نعمل اونتي اللي بدلها دوني ان اونتي، هذه بالطبيعة لير ديما لي فاريابل نتاعك حاول يكونوا سيغنيفيكاتيف. دي لهنا الان ما تنسوش تعمل انت لان باش نقرو اونتي، ولهنا كيف كيف اونتي دوني ان اونتي، واضح؟
أداة في الأنتي في الألجوريتميك هذه ودي في البريدكسيون في الطيب. ليه توا وقت اللي نحب نقرا شين دو كاركتير نحب نقرا ريال دوني ان ريال دير مثلا ار والار هذي ايجاد بدل هذي فلو input دوني ان ريال يعني خلاص الدرس هي هذي ان شاء الله تكون العمليه وضحت. اي واحد ما عندوش يعني عنده سؤال ولا استفسار نجم يسالني على لي كومونتير في الكومونتير لوطا وربي يبارك لكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.